هذه قصتي مع مريض يشتكي من ألم أسفل الظهر لأربع سنوات، حيث جرب العديد من العلاجات دون فائدة، وبعد جلستين من العلاج الطبيعي معي لم يتغير أي شيء في حالة المريض أيضا. عندها بحثت في المشكلة ونظرت إلى أبعاد أكثر من تخصصي، فاقترحت عليه تجربة أكل نصف حبة أفوكادو في اليوم، وهنا بدأ التغيير والمنحنى الإيجابي. في جسم الإنسان يوجد مئات الفيتامينات والمعادن حاليا، لكن الجسم يصنع فيتامين واحد فقط، برأيك ما هو؟ ذلك لأهميته الشديدة لجسم الإنسان، فهو مكون غذائي قيم لا يمكن الاستغناء عنه، وله وظيفة في كل خلية من خلايا الجسم، ويدخل في تكوين كل خلية من خلايا الجسم. ونقص فيتامين د له تأثير سلبي جدا، ويسبب المشاكل في أغلب أجهزة الجسم، لذلك لا تستبعد أن يكون سبب مشاكلك الصحية هو نقص هذا المكون الغذائي الغني. وهناك عوامل تمنع امتصاص فيتامين د، سأذكرها نهاية البحث. طبعا ستتساءل، كيف يصنع الجسم فيتامين د؟ يصنع جسم الإنسان فيتامين د من خلال أشعة الشمس زائد الكوليسترول، لذلك تحتاج يوميا إلى التعرض للشمس، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول المفيد، الدهون الصحية. مثال على ذلك حبة الأفوكادو التي ذكرتها سابقا في القصة، أو البيض، السمك، زيت الزيتون، أو المكسرات. بعد تجربتي مع هذا المريض، بدأت بنصيحة غالبية المرضى بالتعرض لمدة 6 دقائق يومياً لأشعة الشمس، بالإضافة إلى الحصول على كمية كافية من الدهون الصحية، الكوليسترول. وغالباً ما يبدي المرضى تخوفهم من اسم الكوليسترول، لذلك أبين لهم أن الكوليسترول نوعان، نوع ضار وآخر نافع، والعلاقة بينهما علاقة عكسية، أي إذا رفعنا الكوليسترول النافع سيقل الكوليسترول الضار، وإذا رفعنا الكوليسترول الضار سيقل النافع. علاوة على ذلك، جسم الإنسان يحتاج إلى مقدار يومي من الكوليسترول لا يمكن أن يعيش من دونه. أما كتأثير على صحة العضلات والعظام، فمن المفهوم أن تواجد فيتامين د يقاوم هشاشة العظام والضمور العضلي، بالإضافة إلى مقاومة الشيخوخة بشكل عام. وأشارت الدراسات إلى زيادة بمقدار 30% في الكتلة العضلية بعد 4 أشهر من الالتزام بالتعرض للشمس والحصول على كمية كافية من الدهون وبدون أي تمارين مقاومة. علاوة على ذلك، فيتامين د يعتبر المقاوم الأول للالتهابات والأمراض في الجسم، وهذا سبب تغيير حالة مريضنا في القصة التي ذكرتها في البداية. لذلك لا تستخف أبدا بحجم التأثير الذي يشكله فيتامين د على حياتك الصحية. وهناك عوامل تمنع الجسم من امتصاص فيتامين د، مثل ارتفاع مستوى الإنسولين في الدم، السمنة، البشرة السمراء، الأورام، مشاكل الكبد، الفشل الكلوي، ومرض السكري، لأنها تدخل في صراع مع فيتامين د وتمنع الجسم من الاستفادة منه، لأن فيتامين د مثل الطبيب داخل كل جسم، يقاتل كل فيروس أو مكروب أو التهاب أو حتى ورم في الجسم. لذلك يجب عليك تجنب هذه العوامل قدر الإمكان لتسهيل امتصاص فيتامين د وتفعيل وظائفه في الجسم. هنا نصل لنهاية بحث اليوم. شكرا لك على وقتك الثمين، وإذا عجبك الموضوع وترغب بالمزيد، الرجاء الاشتراك ليصلك كل جديد. جاهز للرد على استفساراتكم تحت في التعليقات. في خدمتكم دائما وأبدا، وأراكم على خير.